فكرة برقو تشكيوات باجير تنبو يعني بريك هبو يا مشاهد قرتنها راستي جي باجير جي تايد دس بيك دي تخوز تشكي نتخم باجير يعني مثلا مثلا ما بس بحا عبا قرية هم تشتري جي بد بي مثلا تسريك يعني دي مشوار هي سيروب هي يعني هيدي دي باجير ما بيش يعني هاد دس بيك ام تخوزن ملدي خور بيشخين يعني تشكيوا تخوش ملدي خور فكر يعني تشكيوا باقش مريح يعني دوري مثلا تجيد خواز خبري الحين اد خواز خو بعلمينا مثلا انك هم رياضه يجي فيها او نب بيتر مسبح هم رياضه يجي هم مسبحه هم صلاه دوت يجي هم بدكن يعني وخوارج جديد يعني وش بده خوارج جديد كامل يعني روك خاص عائلات رأي أسعار يعني مقبول يعني شقولي أسعاري أنا يه بياز ما تقدر بس تبقى أسعاري أنا قلت مقبول نجير قبلا خلقي أبي مش إني أشوف أكلي حيانا قبلا خلقي باش يعني بير باش قولي جوي سريع كانية على مش درج جدر بجتني زر بسي وحسي جتني يعني قبلا باش تقريبا يعني مسؤول عن المسبح ككامل يعني هو مشروع ناجح بالنسبة لرأس العين قريب من المدينة بالعكس كل الشعب انبسط للمشروع هذا ونتمنى يكون أفضل مشاريع أخرى. الموضوع هذا غير شوي من أجواء الحرب والمعارك وشعبي وفي أسكلوبات فاهيتا فلاديفيا بروست غربي شاورما بطاطا في كثير شغلات. بالنسبة لهالمشروع اعتبره مشروع ناجح وممتاز وخصوصا للأطفال الصغار. الأطفال كانوا بحاجة للمسبح لأنه ما عندنا ينابيع، الينابيع كلها نشفت. أتمنى يعملوا دورات صيفية تدريبية للأطفال والمشروع هذا بشكل عام ناجح وخصوصا للبلد. كنا نفتقر لهالشيء هذا. وانا بشكل يومي عم اجي يوم اي يوم لا او بشكل يومي عم اجيب اولادي على المسرح في ايجابي للبلد وان شاء الله نحن في تقدم مستقبلي.